أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا الله أو سأله أو استغفره حين يمضي ثلث الليل إلا استجاب الله له. متفق عليه. كنت أشوف ناس مجربين وعلماء وكانوا يسووا تجارب بيدهم، وكنت أتمنى أن يسويها بيدي. ولما جيت هنا في دار الذكر اتفاجأت أن عندنا مهرجانات علوم، ومرة تحمست وشاركت والحمد لله تمت بخير ومرة عجبت بيها. في حاجات تعلمنا منها، في حاجات اخترعناها وسويناها، في حاجات جميلة. كانت تجربة جيدة واستفدنا منها أشياء كثيرة. I feel that the library is an amazing place to go whenever you are free, because there are many
many books, and you can learn new things from these books. You can also watch cool movies and play some awesome games. Like, who doesn't want to play awesome games? And mostly, you can have fun with your friends. So please come to the library whenever you are free. المكتبة لمكان جميل أتعلم فيها الكثير من المعلومات من الكتب الثقافية ونلعب فيها الألعاب الذكية ونشاهد الأفلام الرائعة. كم أحب المكتبة لأن بها الكتب الرائعة والخيالية والثقافية والتراثية. ما أروح المكتبة. تعالوا إلى مكتبتي في أوقات فراغكم. أشكر. الذكاء العاطفي هو أحد المهارات اللي اتفق عليها الخبراء في ملتقى الاقتصاد العالمي أن واحد من أهم 10 مهارات للنجاح في عام 2030. EQ is emotional intelligence and I like it because it helps you control your emotions. لما النت يقعد يعلق أنا أعصب. بعدين أرمي اليد وأروح السرير وأقعد أتفرج بجوالي وأنا. الذكاء العاطفي يخليك تتحكم بمشاعرك ولما يصير لك شيء تقدر تحل المشكلة حقتك. اللي لاحظته في أنس في موضوع الذكاء العاطفي إنه هو لخص لي الموضوع كله بجملتين. قال لي هذه المادة بتخليني أغوص جوة أعماق نفسي عشان أعرف المشاعر اللي أنا حاسس بيها. لما راجعت الملزمة حقته لقيته إنه حال الأغلب التطبيقات اللي فيها بصدق. يعني كان واضح في مشاعره وكان واضح إيش الناس حاسة من التصرف اللي هو سواه. لما أنا أبدأ أدرب أولادي عليها وأمكنهم بالأدوات اللي تجعلهم أقوى في هذا المجال، فأنا بأديهم أدوات النجاح للمستقبل. لما يكونوا في مناصب قيادية، لما ينزلوا سوق العمل، لما يبدأوا يحققوا أحلامهم أهدافهم في الحياة، لما يكونوا مسؤولين وليس متلقين. تعلمت من الذكاء العاطفي إن لو سويت خطأ أو جاتني مشكلة ما أفكر بالمشكلة، أفكر بالحل اللي بسويه. For example, if you lose a game, you shouldn't be mad and you should try to be happy and you should also care about other people's emotions. So you should be happy for the person who won the game and you should try to learn from your mistakes to win the game next time. كان جدا متحمس عن على غير طبيعته وما يحب يشارك في أنشطة جانبية في المدرسة. فكان جاني وقال لي بدي أشارك في النشاط هذا. واخترنا هذا الموضوع المشاعري بألوان. فكان متحمس مرة وكان مصر إنه هو اللي يكون الممثل لكل شعور. وإذا اللقطة ما عجبته لازم يعيدها. فالحمد لله طلع المشروع مرة جميل وأخرجناه كلنا شاركنا فيه، بنات خالاته أولاد خالاته وأنا. تم اختيار هذا البرنامج ليتناسب مع طلابنا وفئاتهم العمرية وخصائصهم المرحلية ليكون قادر على التعامل مع المواقف الحياتية الآن وفي المستقبل بإذن الله. على فكرة ترى أنا مرة أحب ألعب بالألوان.
شاركت في مسابقة المبرمج الواعد، وهي مسابقة ممتعة وجميلة. مسابقة المبرمج الواعد هي مسابقة مرة ممتعة، تعلمت منها أشياء كثيرة. من هذه الأشياء كيف ممكن أصمم وأبرمج لعبة، وهذا خلاني أتحمس للبرمجة وركز عليها أكثر وأكثر. تستفاد من برمجة القوالب والتفكير المنطقي من خلال خوض من تحديات رائعة. أحب الحاسوب وأحلم أن أخترع روبوت مفيد. الزيارة المدرسية ليست مجرد نشاط مدرسي، ونعرف أيضا أنها باب من أبواب المعرفة والاكتشاف، وأداة من أدوات تنمية مهارات الطلبة وتعزيز الثقة لديهم. نتعرف على قصة زيارة مجموعة من الطلاب المدارس لتلفزيون جدة في هذا التقرير ونرجع. كغيره من المنشآت الوطنية ومن منطلق دوره المجتمعي، استقبل مركز تلفزيون جدة عددا من طلاب المرحلة الابتدائية. حقيقة أنا عن نفسي شخصيا كنت أحسب أنه مثلا البرنامج أو المسلسل أو اللقطة الإخبارية بتيجي بكل بساطة، لكن اكتشفنا أنه في كادر عمل جبار جدا قاعد يقوم خلف الكواليس بأعمال أنا يعني كلنا وأغلبنا ما كنا نعرف يعني إيش معالمها. أجيال المستقبل هم بنات الوطن وحماته، ينظرون للمستقبل بعين فاحصة، يجدون في صروح الوطن نافذة طموح وأمل قد يلامس شغف أحد منهم. كما نعرف أنه أثر الرحلات التعليمية أنه تنمي من شخصية الإبن وتصقل مهاراته. مثل هذه الزيارات حافز تربوي ومحرك لمؤشر تحديد أهداف المستقبل، خاصة لهذه الفئة العمرية. اكتشفت أشياء جديدة ما كنت أتوقعها في التلفزيون، كنت أحس بس استوديو مصور وبس، لكن طلع شيء كبير وأشياء جميلة. ونشوف زمان كيف كانوا في الستينات والخمسينات في الأجهزة القديمة أيام الملك عبد العزيز والملك فيصل، كيف كانوا يستخدموها. عجبني المونتاج كيف تمنتجوا وكيف أنه تقدر تسوي خلفية، يعني مثلا اللي الضيف ومعه اللي يقدم كيف تقدر تسوي خلفية وراهم والخلفية تكون ضابطة مرة. التفاعل وروح الاهتمام بين الطلاب ومنسوبي تلفزيون جدة انعكست على مشاهد هذه الزيارة، زيارة قد تكون بمثابة نافذة نحو اكتشاف مواهب جديدة. محمد عابد لبرنامج صباح السعودية جدة. مصنع السعودية للآيس كريم، تعلم فيها الطلاب بداية مراحل صناعة الآيس كريم لين النهاية.
الزيارة ممتعة وتعلمنا كيف يسوي الآيس كريم، وكانت رحلة مميزة رائعة بدعوة من رائد النشاط المبدع الأستاذ أيوب صالح. عندهم أكثر من منتج كمان مصنعهم نظيف. دخلت في حياتي وشكرا مدرسة لك اللي ترسل هذا الرحلة. اللي عجبني في ملاهي الشلال اللي فيها ألعاب جميلة ومتنوعة. إن لما تكون ألعاب كذا أنت في الجو تحس بالتطاف مع الجو البارد. The rides and trips are so fun. I can't wait until the next trip. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه البخاري. يوم اجتماعي. في أكثر من شيء ممتع كالسباحة وكرة القدم والسينما، وتقابلنا مع أصحابنا. شكرا لمدارس دار الذكر. بعد تداعيات فيروس كورونا على العالم وقرار القيادة الحكيمة تعليق العملية التعليمية، كانت خطوة التعليم عن بعد والحصص الإلكترونية مطلب محتم.
صراحة إيجابيات التعليم عن بعد إيجابيات كثيرة. أبرز الإيجابيات إني يمديني وأنا جالس في البيت أقدر أدرس وأفهم وأسأل الأستاذ وأسوي كل شيء. ترى يا جماعة إيجابيات التعلم عن بعد ترى مرة كثيرة، ومنها إنه مدة الحصة قصيرة من 10 إلى ثلث ساعة كحد أقصى، أفضل من أقعد 45 دقيقة 50 دقيقة في مكان واحد حطفش. من أفضل المميزات في التعليم عن بعد هو إني أقدر أختار الوقت المناسب لذهني وأذاكر فيه. ما حسيت إنه في فرق كبير بين الحصة في المدرسة والحصة هنا، تجربة جديدة وممتعة. الحصة في البيت وقتها قليل وينفع أعيدها زي ما أبغى. الآن يعني سبحان الله يقول لك رب ضارة النافع، الآن صرنا نشاهد المعلمين ونشوف الأداء ونشوف المستوى ونشوف تفاعل الطالب ونشوف محادثته ويمدح في المدرس هذا وإيش الإيجابيات وإيش السلبيات، فهذه سبحان الله إيجابية يعني ما كانت يعني حتى في الأيام اللي كان فيها الطالب يروح للمدرسة. مميزات التعليم عن بعد إنه الطالب بيقدر يدخل على شرح الأستاذ في أي وقت هو يبغى، بيقدر يعيد في أي وقت، بيقدر يتواصل مع الأستاذ بيسأل وبيتم الرد عليه. أنا أشكر إدارة مدرسة دار الذكر على هذا المجهود. مدارس دار الذكر يعني ما هي دعاية لهم، لكن حقيقة إنهم يتابعون وبشيء يبرد الذمة إنهم متابعين جيدين ويلتمسون يعني الإيجابيات السلبيات ويتلافونها بالإيجابيات. في النهاية هو ليس مجهود شخص واحد، بل هو مجهود كادر كبير ورائع، فخورين بالانتماء لهذا الصرح. شكرا لكل من شارك في هذا العمل، شكرا من القلب. شكرا من القلب. هيا لا تتمهل فغدا تختبر غدا تسأل، ابذل جهدك دونك لا الفق أنك أبدا لن تفشل، اضم وقتك مرحا وعمل خطط وابني للمستقبل، لا وقت لضجر أو لملل فالصيف سيأتي لا تعجل. ها قد آن الأوان ليضاء طريقنا، جاء الامتحان تاجا لجهودنا. هيا لا تتمهل فغدا تختبر غدا تسأل، لا وقت لضجر أو لملل فالصيف سيأتي لا تعجل. في أشياء إذا تجنبناها ليلة الاختبار بنكون مركزين وبنجيب درجات عالية إن شاء الله. أول شيء الجلسة الخاطئة أثناء المذاكرة، ثاني شيء السهر وقلة النوم، ثالث شيء الأفكار السلبية، رابع شيء الخوف والقلق، خامس شيء والأخير تناول وجبة دسمة. هيا لا تتمهل فغدا تختبر غدا تسأل، لا وقت لضجر أو لملل فالصيف سيأتي لا تعجل. نفسها هي نفسها، الثواني والدقايق نفسها، بس تفرق بين ناس وبين ناس، حد يحس بها وحد ما حسها. الحياة أرض حيت من غرسها، والحصاد اليوم من طيب أمسها، نختلف باللي جنينا منها، لكن الأوقات
كانت نفسها نفسها هي نفسها هي نفسها هي نفسها الثواني والدقايق نفسها هي نفسها كلنا يملك إرادة واستطاعة ما فرق ما بيننا شي يا جماعة بالتساوي 24 ساعة حد يقايسها وحد ما قاسها كلنا يملك إرادة واستطاعة لا لا ما فرق ما بيننا شي يا جماعة بالتساوي 24 ساعة حد يقايسها وحد ما قاسها نفسها هي نفسها هي نفسها هي نفسها الثواني والدقايق نفسها نفسها لحظات العمر فيها استفادة وإن مضى يوم ترى ما به إعادة تمضي الأعمار ما فيها زيادة تنتهي بلحظة جميع أنفاسها أنا لست ممن قال كان أبي بل قلت للأكوان هانذا عزم وإصرار ملا قلبي لم يثنني قول لذاك وذا هانذا وتفاؤلا ها أنا ذا ها أنا ذا لا مستحيل يعيقني في الكون لا كم قال لي بعض ستبقى هنا انظر لطول الدرب لن تجني ما كنت أسمعهم فذا كان حر طليق واثقا ابني ها أنا ذا ها أنا ذا أروي الحياة سعادة وتفاؤلا ها أنا ذا فضل المعلم اشكره بالحب ابقى اذكره
وادعي لربي يا جراح بالعلم نور دنيتي بالعلم نور دنيتي